اليوم احنا ذوي الشهداء نحتفي وانما لا نحتفل وانما نحتفي بهذا اليوم ذكرى 11 استشهاد اولادنا جميعا من 2019 11/2019 ولحد هذه اللحظه انه اكو اغتيالات واكو مغيبين واكو معتقلين. احنا اليوم طالعين ذوي الشهداء نطالب بدم اولادنا، دم شهدائنا اللي راحوا بحدود اكثر من 800 شهيد الى 1000 شهيد، يعني النسب مو قليله. فاحنا اليوم طالعين ذوي الشهداء نداعي ونطالب دم شهدائنا واولادنا، وما نستكين ولا نسكت ولا لحظه تمر علينا انه احنا نكون ساكتين. وبهذا اليوم احنا اليوم جايين احنا ضد هاي الحكومات من 2003 ولحد هذه اللحظه. احنا كليتنا جايين اليوم نشجب ونكون كليتنا حاضرين ذوي الشهداء انه احنا نطالب بدم اولادنا. لا تقولون احنا نسينا، ما نسينا، والثوره مستمره، ثوره تشرين مستمره ودائمه، وان شاء الله ان شاء الله هاي الطغمه الفاسده ما تبقى، تتغير ان شاء الله بحوله تعالى. خرجنا لإحياء انطلاقة ثورة تشرين العظيمة ونوصل رسالتنا اللي احنا لحد الآن ما محققين المطالب من الشهداء، من جرحى، من مغيبين، من معتقلين، لحد الآن ما منفذين أي مطلب إنه، وحايرين بهواي أمور هم بعيداً عن الشعب العراقي. يعني جاي يصير قمع اليوم أو قبلها يومين بالكردستان وغيرها، ما حايرين بهذا، والهلاهل ماتهم بالبرلمان موجودة واحنا جاي نط الشهداء، واقل شيء همنا هاي البنيه اللي اعطيناها شهيده بابو غريب هم ما حد داعي بيها. فهواي امور عايفيه الشعب العراقي عايفيه هيك، كان ما جاي يطلع وهاي ما جاي يشوفوا، فهم مرتاحين على هاي الوضعيه جدا، جاي يشتتون الوضع، جاي يسدون الطرق، جاي يخلون كل الف بمحافظه وما يخلون العالم تاخذ راحتها بالمظاهره اللي هي الدستور كفلها هاي المظاهره السلميه. فنحمد الله ونشكره على هذا الحال اللي احنا بيه هسه. ما اعرف الحكومه لوين رايحه، لوين رايح العراق، الى اين احنا جاي نطالب مطالبنا. صار لنا هاي السنه الثالثه، اليوم هو 11 ذكرى انطلاقه، وتشرين مستمره اذا مو باعتصام او بمسيره فمستمره اعلاميا، فلا حد يقول تشرين انتهت ولا شيء. مطالبنا ناخذها من عيونكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اليوم 11 احياء ذكرى ثوره تشرين هذه الثالثه. اولا مطالبنا مطالب سلميه وحقوق وحياه كريمه. اولا تبديل المنظومه السياسيه الفاسده من 2003 لهذه الساعه. نريد حكومه وطنيه مشكله من جميع اطياف العراق، من العراق، تحمل الجنسيه العراقيه الابويه، الام والاب، هاي اثنين. ثلاثه اليوم احنا نطالب بابسط الامور هو تحرير البلد العراق من الفاسدين والفاسقين الذين سرقوا أموال العراق من 2003 لهذه الساعة. لا صناعة ولا كهرباء ولا تعليم ولا كل شيء، ماكو حكومة تسع أشهر، ماكو حكومة، مع كل الأسف الشديد حكومة بأطيافها دمرت العراق. هاي الحكومة تقول طيب دمرت كل العراق. إحنا البديل السياسي إن شاء الله تحقيق مطالب الشعب العراقي. نعيش كلنا سوا بهذا الوطن احباب، ما اظن تطلع شمس والوطن بيها احزاب. كل الاناشيد والاغاني التي انشدت للوطن كانت حزينه، ومنها سلام عليك وعلى رافديك عراق القيم، فانت مزار وحب ودار لكل الامم، أصلي لأجلك في كل حين لأزيل عنك هموم السنين، لماذا أراك حبيبي حزين ويعصر قلبك هذا الألم، معذور يا موطني حتى بنشيدك حزن،
ما ردنا منك خبز ولا ردنا منك حلم، بس ردنا منك وطن. مبروك يا موطني، بيك اليتامى غفوت، معذور شفك بطة صارت تقاطع حضن. رد تسألك موطني، أهل الكراسي عرف يقربوا لك من الجذر، بيكم قرابة دمى أضحك علي بعذر. زين العمايم شكوا شو بالسياسة بطت، كانت قبل للفقر هسا على خيرك سطت. بجروحك شقدي لي، وغنيت لك موطني موطني، وبقاعك شقد غروب استشهد وانصلب وادر الوطن مو الي. يمتع لناسك تحس مو دمنا شق الظرف، وهدومنا مرقعة بللها صوت القصف. يمتى تحس موطني وتلبس قلايد فرح، وتندار بيك الشمس تعمي لعين الجرح. عذرا سيدي يا عراق، تمنيتك رجلا لمزقت قميصك من العتاب. هين عليك ولدك طايح بليلك ولا لمضن فوانيسك. يمتى تهزك الشيبة ونشيل الطاح ونرجع محابيسك. يا ابو عقال الثقيل القاع توجعني، ليش الفوق صدرك يشتيه الموت وانت بجرحك تذني. خذوا منك ألف نجمة وسبعمية حلم كادود لمتونك. سبايكر خذوا منك ألف نجمة وسبعمية حلم كادود لمتونك. خذوا منك قلادة وشاب والحنة انشفت وانطمت عيونك. كاف الواد من ذلت يا ابو النهرين، كاف عيونك الدور الشاب الزين. كاف ملوحتك أذت شواطيهم، كم شمعة خنق هالريح واختنق صوانيهم. يلبيك العشق ممنوع، الطايح لك شهيد تفرض صب شموع. بيك العاشقة بلا يفرض ذبلت، قاعك خذ بطنها بكم سبع حبلت. بناتك لبسن الفضة وشعرهن شاب، بناتك حضرا للنو قلف ستة وخدرهن طاب. هذه الكلمات لشاعر سجاد الغريب. الشعب يريد اسقاط النظام، هاي الهزوجه اللي بدا بها الشعب العراقي، تعبيرا عن سقطه، تعبيرا عن الاسلاك الشائكه اللي حاط بها الوطن، تعبيرا عن الصبات، تعبيرا عن القمع، تعبيرا عن القتل. اليوم نشوف يعني ليله السكاكين الطويله اللي يقتلون بها الشباب العراقي مستمره، ثقافه القوات المسلحه برمي العبوات المتظاهرين مستمره، يعني نمطيه فاسده. العراق اليوم مغلق عن العالم، محاصر دوليا بعزله تامه. العراق اليوم يعاني من آلام وجراح كبيرة. الشعب العراقي يريد الحياة، ما يريد كافي أن يسقط في جب الفساد، في جب الظلم، في جب القمع. العراقيين اليوم تحرروا، اليوم أكثر فكرة من انتخابات مبكرة وعادة وجودها وتدويرها، القبعات غيرها كلها اليوم مرفوضة. الشعب العراقي شعب حر يريد تغيير نظام جملة تفصيلا، تغيير قوانين، تنظيم الاقتصاد، تنظيم كل ما يتعلق بالحياة من نمو تطور فكري جديد. النمطية الشاخة أصبحت من الماضي. اليوم الشباب العراقي واعي على قدر المسؤولية، اللي ضحوا الشباب حياتهم اليوم عاهدهم، ونقف على آثار دمائهم ونعاهدهم كل ما نملك من حياتنا الثمينة، أنه لا عودة الفاسدين وثورتنا مستمرة. اليوم اللي يشوف العراق مشرق وجديد إلى العلا. وهي قضيتك مين بين بين ظهر يا شعب محاصصة. احنا اليوم صراحة بساحة التحرير نجدد العهد والوعد لشهداء تشرين العظيمة، يوم ذكرى إحياء الذكرى الثالثة لثورة تشرين، والرحمة للخلود والشهداء الأبرار والشفاء للجرحى، وإن شاء الله الإفراج عن المغيبين والمعتقلين اللي اعتقلتها الحكومة الإرهابية اللي ربت الشعب بكل تصرفاتها بكل مفاصل الدولة. يعني ماكو دولة يعني تحكم الشعب،
يعني ارهاب؟ اكو دوله تدعم الشعب لو تعدمه؟ احنا هنا موجودين لاسقاط النظام، حل الرئاسات الثلاثه برمتها، وتشكيل حكومه القائد الوطني، واجراء انتخابات مبكره خلال 3 أشهر، 6 أشهر لا اقصى مده ممكنه. زين، وريد الحل هذول يصعدون محكمه فاسده، كل من قتل الشعب العراقي، كل من سرق امواله، كل من حرمنا، كل من هجر ولدنا وغربهم خارج القطر وبداخل السجون، كافي على الظلم وكافي ارهاب وارهاب. نريد ناس اختصاص كفاءات تدعم هذا الوطن، عندها ولاءات للوطن العراقي، تدعم الكفاءات، تشغل المصانع، تشغل الزراعه، العمار، عمار البلد يلعب فيه شبابنا، كلها معطله عن العمل، كلها كفاءات واختصاصات. الى متى هذا البلد ينقتل يلا ياخذ حقه وحتى ما ياخذ حقه؟ لا اطار ولا تيار ولا اي دول شرقه بالعمليه السياسيه من 2003 لهذا اليوم. اريد ناس اختصاصات كفاءات وطنيه، يعني ماكو شباب، ماكو نساء تحكم الا ذول نفس الشكولات، تدوير الوجوه كافيات. احنا نريد انهاء البهزه المستمره، دماء العراقيين المستمره، مسلسل الدماء والاغتيالات والقتل. هسه ضربونا وجرحى نزلوا، سقطوا 5 جرحى على جسر الجمهوريه، ليش؟ شنو سببهم؟ هتافاتهم تزعجهم، ترعب الاعداء، ترعب ايران. كافيات، احنا خيراتنا البلد اريدها، كافي الناس النسوان تاكل بالزباله، عيب، خلي يصحون. يعني هاي اللي يحطون قصبات كونكريتيه، هذا يؤكد انه هم الشعب، هم ما يمثلون الشعب ولا يمثلون الحكومه العراقيه، واساءوا الى سمعه العراق ولا الشعب العراقي ولا القضاء العراقي. احنا اول ما سن القانون، اول ما سن القانون والتشريعات والعالم، وهذه الرافضين ارضنا، هاي ارض الحضارات. كافي عاد، احنا لا ثوره شعبيه، والشعب كله يتوحد بقوتنا وبحال الله ننتصر، بنروح بالدم نفديك يا عراق. طبعا باليوم الاول من تشرين دائما نحب نستذكر هذا اليوم، هو استمرار للثوره، وبنفس الوقت هو استذكار دماء الشهداء، للتضحيات، للايام اللي قضيناها هنا بهاي الساحات، وخاصة دائما نجي ساحة التحرير نحيي هاي الذكرى. اكو شباب جاي تعرض القمع من قبل هاي الميليشيات الايرانية. مطالبنا مطالب ثابتة وباقين عليها حتى الممات، انه محاسبة القتلة المتظاهرين، والمطلب الاساسي انه هو نازل اخذ حقي ونريد وطن. كل هالمطالب القديمة جاي تنعاد كل يوم 11 من كل سنة. احنا اليوم جايين حتى نمد ثورتنا ونستمد قوتنا من الشهداء السابقين رحمهم الله. اليوم مطلبنا الحقيقي ومطلبنا مطلب الشعب الفعلي اسقاط النظام برمته كاملا، وتغيير منظومة الاحزاب بالكامل، وكل المحافظات تقريبا اليوم تواجدنا بهذا المكان حتى نحيي اولا ذكرى ثورة تشرين، ثانيا نستمد قوتنا ونستمد ثورتنا ونكمل ثورتنا على نهج الشهداء الأبرار. ثالثا والمطلب المهم والركيزة الأساسية، وهو توحيد الشعب العراقي تحت راية الله أكبر. واليوم مثل ما دا شوف احنا موحدين متكاتفين ان شاء الله على حب الوطن، وما نطلع من هنا حتى تحقيق المطالب ان شاء الله. أعداد هائلة، تشرين مستمرة، لا إطار ولا تيار إن شاء الله. نشكر شبابنا الحراك الشعبي بالتنظيم للسير وتنظيم الأمور في الساحة، وإن شاء الله إحنا مستمرين وتشرين مستمرة حتى إزالة آخر حزب إن شاء الله في هذا البلد العريق. هذا الشعب العراقي الآن النساء ورجاله وشيوخه خرج إلى ساحة التحرير اللي هي قبلة الأحرار
زور علو صوتهم على الحكومة الظالمة الفاسدة والأحزاب الفاسدة، وكلهم تحت شعار واحد: لا تيار لا إطار، ثورتنا ثورة أحرار. رامي شنو اللي ببالك تلقاه؟ يعني هسه قبل شوي جتني حاله راسه منا لهنا مفتوح، هاي منا عينه وهاي منا. زين هاي ليش يعني هو شو مسوي لك؟ اذا طالب حقه ايش تسوي به؟ كتله بمكانه ليش؟ حكومه محاصصه تنتمي لاجندات خارجيه والاحزاب السياسيه فاسده، ومن سنه 2003 هم مدمرين العراق بهذا المجلس الفاسد. منهم من اجندات خارجيه، منهم من دعموا الفساد والإرهاب بالعراق. سيستمر هذا الشيء، لازم يستأصلون دول نهائيا لاستقرار الشعب. تستأصل هاي أول شيء، في الشيء النقطة الوحيدة أبعاد التبعية الأجندات الخارجية عن الحكومة والأحزاب الفاسدة وتغيير المجلس جذريا. ويعني يجيبون يعني شلون نقول ناس أصحابين شهايد، ناس من الشعب العراقي، ناس وطنيين يفتمون بالسياسة. حال المجالس اكو بالدول مجالس تخدم شعبهم، هذا مجلس النواب لا، هذا مجلس متعامر، هذا مجلس فيه اجندات خارجيه، هذا مجلس خصم الحكي ان الشعب ما يستقر اذا ما تغير هذا المجلس كله، لان مجلس فاسد جسر على صدور العراق، تاسس عنده دخول الاحتلال الامريكي، تاسس لتدمير العراق، تاسس لدعم الارهاب بالعراق، لدعم الفساد، لدعم الطائفية والتطرف، لخلق الفتنة الطائفية مال داعش الذي خلق المالكي بتسليم 1700 من الشعب إلى الدواعش حتى يسبب الفتنة، وهذا الشيء أثر على الشعب العراقي. اليوم طبعا احنا كشعب ثائر ضد هذه التهمة الفاسدة التي جاء بها المحتل لتدمير العراق، وهذه شكلت الحكومات المتعاقبة، حكومات التوافق والمحاصصة الذي يرفضها كل عاقل وكل انسان مثقف شريف عراقي يحب وطنه. رفض هاي الحكومات الحكومة المحاصصة، يعني احنا نرى حتى يعني خلينا نقول الشريف ابتعد عنهم. شفنا هناك جهات ما تريد التوافقية وقالت بأن ترى التوافقية نهشت بالعراق والتوافقية دمرت العراق. يعني احنا هاي الأحزاب 20 سنة حتى المي بالهور نشفوا، هذا مثل طبعا عندنا معروف قبل يقول لك حتى المي نشفوا. هذول لا صناعة شفنا من يمهم، لا ازدهار للبلد، جايين لتدمير العراق، متعايشين على دماء العراقيين، متعايشين على الفوضى، متعايشين على التهجير والطائفية. يعني اليوم نستذكر هاي الوقفة العراقية الأصيلة، إسقاط هذا النظام هو مطلب كل عراقي شريف، لأن كافي ملينا 20 سنة العراقيين عانوا ما عانوا. الشرفاء الأنقياء العراقيين، هذا العراق بذمتكم، اخرجوا وساندوا أخوانكم المتظاهرين. اليوم تشرين تجمع كل أطياف الشعب العراقي. لأن هم ذول خونة، هم تبعتهم الإيران، عرفوا أنت مصطفى الكاظمي ما حد يعرف عنه وين ما وين، ومو عراقيين كلهم إيرانيين ومتابعين وديول وأحزاب. تعرفوا أنت صارت مظاهرات بإيران، هي إيران نفسهم ما رايدة حتى الخميني، بس إحنا جماعتنا هنا اللي واقم كلبين ذولاك، هم عسات يمك، وهذا قمع المتظاهرين العراقيين من ميليشيات الأحزاب الإيرانية والفساد مستمرين وباقين رغم قمعكم. واليوم نستذكر الشهداء، اليوم 1/10 نستذكر الشهداء،
في ساحة التحرير باقين ومستمرين، ما نواجهكم. احنا عندنا العلم العراقي وعندنا المغذي زين، والله اكبر كل شيء ما عندنا، لا سلاح واجهناكم ولا هاي. تقمعتونه وموتونه وهاي خلت تشددكم، هذا قمعكم يا فاشلين يا خونه يا ذيول ايران. نعت الله عليكم، نعت الله عليكم وعلى الخميني وعلى خمنائي وعلى ايران، نعت الله عليكم. طلعوا يطلبون بوطن وما رضوا يبقى حلم، وقالوا لهم يم الجسر لا تقربون بيسم، وقالوا لهم قالوا لهم يم الجسر لا تقربون بيسم، كلهم اصرار وهدف موضوع لابد ينحسم، كلهم اصرار وعزم موضوع لازم ينحسم، ينهون كل شي طائفي للعدل رسمه ورسم، كل ما يمنعوهم بالقمع يزيدون قوه وعزم. والله حيره، والله حيره يقودني البايع ضميره، والله حيره وهاي بلوتنا كبيره، والله حيره، والله حيره وهاي بلوتنا كبيره، والله حيره يقودني البايع ضميره. فرقوني ودمروني من بعد ما كنا عشيره، والله حيره يقودني البايع ضميره. يا شعب للبوشعليه، ظهر يا شعب للبوشعليه، بتقوش عليه لا تسمع كلام وحج الهتميه، ظاهر يا شعب بتقوش عليه صدق وحالتك الحراميه، ظاهر يا شعب بتقوش عليه، ظاهر يا شعب بتقوش عليه. مطالبه بمحاسبه قتله متظاهرين تشرين والمغيبين، خرجنا في 2019 في مظاهرات حاشده النساء والرجال والطلبه، عده مطالب منها: اولا حل البرلمان، اثنين تغيير بعض بنود الدستور، ثلاثه حكومه مؤقته حكومه طوارئ، دخول اممي، الحكومه الان لا تمثل الشعب، هذا البرلمان غير شرعي، نطالب فورا حل البرلمان، حكومه انقاذ وطني، تدخل اممي، قتله المتظاهرين المغيبين. هاي مطالب تشرين واحنا ندعو لها. اذا اليوم رجعنا حنطلع مره ثانيه، لا تتوقعون تشرين راجعه او تشرين ما موجوده، تشرين موجوده وعلى ارض الحي واحنا موجودين، شهدائنا موجودين وهاي صورنا وما نتراجع. تبقى تشرين تقض مواجع الفاسدين والمتحاصصين اللي متحصنين من المنطقة الخضراء واللي مدججين بهذا كل وسائل الفساد وكل السلاح ضد الديمقراطية، يتشدقون بالديمقراطية ويتشدقون بالعدالة ويتشدقون بالدين ويتشدقون بكل مقدس في سبيل تمرير فسادهم ومحاصصتهم. انفضحوا فضحوا، ما يحتاج لأي شيء. هسه الشعب كل الأمور واضحة ومحاصصتهم واضحة، والحكومة بهذا الأسلوب، أسلوب المحاصصة والفاسدين وهاي الوجوه وتدويرها غير قابلة للقبول. المطالب هي ثابتة، أولاً محاسبة قتلة المتظاهرين، هاي النقطة الأساسية الأولى اللي يجب على الحكام أن يعوها، أنه راح يبقى الشعب يناضل يتظاهر إلى أن يحصل هذا المطلب، محاسبة قتلة المتظاهرين. الشيء الآخر أنه هاي الطغمة الفاسدة السياسية اللي صار 20 سنة تدير البلد وصلت إلى مرحلة الانهيار،
ونشوف الاستقتال اللي يجري هسه بيناتهم في موضوعة الحكم والوزارات والتركيبة البرلمانية. وصار سنة من الانتخابات وماكو نتيجة. إذا اللي كان في البداية أنه تمت مقاطعة الانتخابات كان سبب وجيه لدى الجماهير 80% ما جت الانتخابات. شنو السبب؟ أنه تعرف هذول فاسدين ما يقدرون يبنون دولة. لذلك ال 18% اللي نزلوا حققوا صيغه الانتخابات هذه ما اعطتهم شرعيه من الجماهير كامله، وانما جماهيرهم المستفاده من عندهم. بقى سلاح النفلت ضروري جدا يجري متابعته، الميليشيات يجب ان تحاسب، القتله اللي موجودين اللي هسه يقتلون المتظاهرين في محافظه هسه امس بالبصره وغيرها، ايضا قبل فتره في دخول الى مجلس النواب القتلة تقريبا 50 متظاهر، هذه كلها يجب ان تكون هناك اولويات بها في مطالبنا الجماهيريه. وبقت بناء الدوله وبناء المؤسسات الشرعيه والقانونيه هذا مطلب اساسي، اعاده الانتخابات مطلب اساسي. انتخابات حره نزيهه، قانون انتخابي سليم مثلا يجب ان يكون هنا، كثير من الامور هذه. بس النقاط الاساسيه هي انه الجماهير قبل 3 سنوات 1000 شهيد تقريبا او اكثر، وأكثر من 35,000 جريح. هذه تقريبا هي المطالب الأساسية في تجديدنا إحنا اليوم للانتفاضة واستذكار للشهداء الأبطال اللي سقطوا من أجل قيم ومبادئ السامية اللي رفعوها. التعبون لا ما نتعب، الصوت عالي. بعد الشعب بعزة واحد، بعد الشعب بعزة واحد. لا ما نتعب، قالوا بس شهر وشهرين. لا ما نتعب، قالوا الشعب تحدى الموت. لا ما نتعب، كسر خشبات التابوت. لا ما نتعب، ضد المحاصصة، ضد الفساد، من أجل دولة المواطنة، دولة العدالة الاجتماعية، ملاحقة قتلة متظاهرين، كل المطالب اللي ما تحققت. احنا مع الشعب بالمطالبة بتحقيقها وخروجنا من اجل هالغاية هذه، واحتفاء بالذكرى العظيمة، ذكرى الثورة، ذكرى الانتفاضة الباسلة، انتفاضة تشرين. هذا يعني تحدي ضد الشعب مع الاسف، ولهذا السبب احنا نطلع ونكرر طلعتنا لحد ما تحقق المطالب، والمطالب معروفة للقاصي وللداني معروفة. لهذا السبب احنا نظل نطلع لحد ما تتحقق الأماني، أمان الشعب المنكوب. ما تلقى بغداد الحرة. لا ما نتعب. كل اليوم. احنا نريد وطن للجميع، ما نريد وطن لطوائف، نريد وطن لكل عراقي، شي يكون دينه، طائفته، لونه، جنسه، عشيرته، قوميته، هاي ما يهمنا، انه يهمنا عراقيته. واحنا ما نريد احزاب فاسده تسرق خيرات الوطن لمصالحها الشخصيه، نريد كل من ياخذ حقه، كل اللي يريد، نريد وطن مثل كل اوطان العالم، بمحبه وسلام وحريه وسعاده. كل اللي مطالبنا هاي، والشباب بدلا ما تتخرج وتقعد بالشوارع، الاستثمار بدل ما يكون مولات مواد مستهلكه، خلي يستثمرون بصناعه بتطور. هذا كل اللي يريده، ما عندنا شيء اخر، نريد الوطن بخير. شعب لا ترجعوا، خليك متظاهر، الفرصة اليوم صحت ما تصح باكر، وصلنا نجيب حقنا النصر حتما جاي، مو تغلط بلف يا غلطة الشاطر، وما نرضى بوعود، نريد كون أفعال بلا يلحق فشل من يرجع الثائر، وإذا ما نبزع احنا الوطن راح يصير مثل حسين من نحتار بالعاشر، لمن بردت وقولا ماكو انجازات، اريد الحق هذا الوضع ما صاير، ادري مسوي سلفه ويا الوطن وتريد تجيك فلوس راس الشارع الحاضر،
المن تدرس ومستقبلك مجهول. لا الثانية تنجب دولتك عاجر، الدولة تريد منك شهادات هواي بس مو بالمدارس، كون عالساتر. جريمة املك شهادة وانا بيتي جار، وراس الشهر اطلع اكسر الخاطر، وجريمة نبط اللبط اكثر من الماي، ومن يتمرض ابني بهذا الحاير انهض يا شعب يا معلم على الموت، كالفزلامك على الحق يموتون، وطاحوا بسببهم ولدك مات لازم من كراسيهم يطيحون. الشغلة كم شهر تقضيها بالجوع بس اجيال بافعالك يشبعون، عراق اكثر شعب مل من الوعود وبعد ما يصدق بكل اللي يوعدون، ساساسة تحط بالبنك شدات وشعب نيتهم على الخد يحطون. مطالبنا مشروعة ومعروفة للجميع، بس ولا مطلب واحد نفذته حكومة المحاصصة الطائفية. نريد عمل، نريد وطن، نريد استقرار وسلام وأمان، نريد تعيينات للخريجين التي بلغت أعدادهم بالآلاف، نريد مستشفيات، نريد صناعة، بدل أن نستورد الطماطم والخيار والخضروات من إيران. أراضينا صالحة للزراعة، نحن يطلق علينا بلد ما بين النهرين، هذا خيرات، وين ما تحفر معادن، وين ما تحفر فوسفات وهكذا. نجدد العهد لدماء شهدائنا شهداء انتفاضة تشرين الخالدة بأننا على العهد سائرون من أجل التغيير الشامل وإنهاء زمرة المحاصصة والفساد الطائفية التي دمرت البلد. نحن نطالب بحقوق المشروعة، نطالب بدولة مدنية، دولة مؤسسات بعيداً عن المحاصصة الطائفية والأثنية، دولة المواطنة بعيداً عن نفوذ الميليشيات المسلحة التي هي لها السيطرة الكاملة على مفاصل الدولة. نطالب بقانون انتخابات عادل، مفوضية انتخابات فعلا مستقلة حقيقية بعيدة عن الكتل السياسية المسيطرة على زمام الأمور. نطالب بتفعيل قانون الأحزاب الذي ركن ولم يفعل لحد الآن. نطالب بكبح جماح الفصائل المسلحة التي ترهب المواطنين وخاصة في الانتخابات. نحن نعم نطالب بانتخابات مبكرة ولكن مشروطة بقانون انتخابات عادل، مفوضية انتخابات مستقلة حقيقية، وكبح جماح الفصائل المسلحة. عهدا منا لشهداء انتفاضة تشرين الخالدة سنبقى متصدين بكل القرارات الجائرة التي تصدر من زمرة المحاصصة والفساد. نطالب بإنهاء المحاصصة والفساد المالي والإداري، بناء دولة مدنية وعدالة اجتماعية. المجد للأول من تشرين الخالدة، المجد والخلود لشهداء انتفاضة تشرين الخالدة، المجد والخلود لشهداء الوطن.
بالبدايه هاي الارواح شهداء استذكار شهداء تشرين، شهداء تشرين اللي ضحوا من اجل العراق، من اجل يكون العراق مدني حر خالي من الميليشيات والقتل والقمع، اللي طلعوا بتشرين قبل سنتين. احنا جايين نجدد العهد لهم، نقول احنا ما ناسينكم، احنا حالنا حالكم هم شهداء. لكن اوجه نداء الى اهل بغداد والمحافظات ان تخرج مسانده اخواننا والمتظاهرين اللي يطالبون بحقوقهم، اللي هم مع كل الاسف قسم جالسين بالبيت. نقول طلعوا تشرين مستمره والشهداء ما ننساهم نهائيا. طالعين نطالب بمحاسبه الفاسدين. اخي حكومه شكلت انتخابات 9 صار 11 شهر وهذا الصراع على السلطه. شوف هسه ساحه التحرير المسلمين بس العلم العراقي، وهسه احنا انطينا هنا جرحى، وشوف الاصوات الدخانيه، وانطينا جرحى هسه وكل شيء ماكو. يعني اللي احنا اللي مسوينه ما مسوين، احنا سلميين نريد نطلع الفاسدين. الفاسدين ما حد يطلع ويانا او يشتغل ويانا بالعدل، كلها يقول لك انا ما اش عليه. فاحنا نطلع مسلمين بس العلم العراقي. والله يا بناطبنا الان احنا بزعنا من اصلاح النظام، هاي منظومه سياسيه فاسده، نطالب باسقاط النظام وتشكيل حكومه كفاءات تخدم الشعب العراقي. تشرين ثوره لن تموت. اشوف اليوم زحفه الشباب، شباب تشرين زحفت الى الساحه غير متحزبين، ناس يريدون وطن، سرقه الاحزاب والميليشيات فجابوهونا بالقمع والقتل. والان قبل ساعه صار ضرب على المتظاهرين السلميين، لا كانوا شايلين حجاره ولا مالتوف ولا عصي ولا سكاكين، هناك اوامر لقمع التظاهر. واعتقد الساعات القادمه سيكون القمع وحشي، كلهم يحملون جنسيات اجنبيه، جبتوهم سلطتهم على الشعب العراقي، وما صار الشعب العراقي كله قتل وميليشيات وسرقات، شو بالشعب العراقي؟ شنو قدموا لنا؟ اجونا من الخارج عندهم خدمه جهاديه، شنو الخدمه الجهاديه قدمتوها؟ ماسل مانديلا اخذ خدمه جهاديه، جيفارا اخذ خدمه جهاديه، عمر المختار اخذ، من هم؟ شنو انتم؟ شفتوا بالشارع متزكعين في شوارع اوروبا، اجيتوا نصبتوا نفسكم علينا قاده، وكلكم تريدوا خدمه جهاديه، شنو قدمتوا؟ ماسل مانديلا يقول اذا قبضتوا المال ثمن النضالي اتحول من نظر الى مرتزق، اخذتوا امتيازات واخذتوا، وين اكو دوله؟ اكو دوله؟ ماكو دوله، ما عندنا منظمات سياسيه، ما عندنا منظمات دوليه، ما عندنا مؤسسات رصينه، ان شاء الله بالبنان، اكو دوله بالعالم يا ضباط دمج،
اكو دوله بالعالم بيها برلمان 4 سنوات ياخذ تقاعد، اكو دوله بالعالم بيها 60 فصيل مسلح خارج اطار الدوله. سووا ما خلوا شيء مدمره، هناك برنامج اعطوه القوى السياسيه من الخارج، شلون واحد يتعين بطاقه سكه بطاقه تموينيه، فاعطوهم برنامج نفذوا عليه، موتوا الصناعه، موتوا الزراعه، سووا ميليشيات، سرقوا الدوله، قتلوا الكفاءات، قتلوا الطيارين، قتلوا الاكاديميين، قتلوا الاساتذه، ما خلوا شيء ما قتله. اخر شخص قتله بالجامعه التكنولوجيه، شخص اسطع جهاز يخص باليونان المنظمه القمه الذريه. قالوا هذا شنو عقله عم 19 سنه؟ اول ما طلع له قتله. كلهم متفقين على افراغ العاق بالكفاءات. فاحنا ان شاء الله ثوار تشرين والخيرين والوطنيين ان شاء الله نزيح هاي الطبقه السياسيه الفاسده. نحن نواكب أحداث ثورة تشرين ونعيد ونجدد الثورة للشهداء وإخلاصا واحتراما للشهيد. طبعا نحن لا نساوم على دماء الشهداء، نحن نرفض هذه الحكومة جملة وتفصيلا، لا نؤمن بالأحزاب السياسية التي شاركت في العملية الانتخابية. نحن ناس أحرار نواظب الأحداث، نواظب الشعب العراقي، لكن نريد حقيقة كرامة العراق، نريد قتلة المتظاهرين. يعني يا القضاء العراقي غير منصف على الشعب العراقي، هناك إدانات، هناك اغتيالات على الناشطين المدنيين، لا حياة لمن تنادي. الأمم المتحدة متخاذلة من الشعب العراقي، منظمة حقوق الإنسان متخاذلة من الشعب العراقي، لمن المشتكى؟ لا كنا ناديت حياة لك إلى حياة لمن تنادي، إننا المشتكى فقط لله سبحانه وتعالى. كل أساتنا تشرين، هناك من يقول مأجورين، وهناك من يقول أولاد السفارات، هم أولاد السفارات، الحكومة وأعوانها وأحزابها وميليشياتها الذي قتلت الناشطين بدم بارد. ليش هذه السكوت يا الأمم المتحدة المتخاذلة؟ منظمة حقوق الإنسان، منظمة الدعاية الدولية، هناك جرائم تحدث بالعراق، لماذا هذه السكوت؟ اليوم نجدد الثورة للشهداء، نجدد الثورة للشعب العراقي الكادح، نعمل ما عندنا مصلح ما عندنا يعمل، ليش هذا السكوت؟ الطالب الطالب ليش؟ ليش الأحزاب قتلت الشعب العراقي؟ هذه الجماهير الغفيرة الأحرار، نبقى ونواكب الأحداث، الرحمة والخلود للشهداء والخزي والعار للقتلة.